اوكي طلبتنا الاعزاء، ان شاء الله بهذا الموضوع راح نتكلم على 3 نقاط رئيسيه، وهي مقدمه على some basic definition of the information security، مقدمه على بعض النقاط والتعاريف الرئيسيه بخصوص امنيه المعلومات، و to describe the security attack، ايضا الهجمات مال السكيورتي. ايضا راح نتكلم على relevant information about network model، ايضا الموديل مالت النيتورك سكيورتي راح ناخذه بنهايه هذا الفصل. طبعا هنا هذني تعاريف definitions، هذني مطالبين بها التعاريف، هو يعني طلاب اذا تحبون مثل العام، يعني شلون كنا احنا كنت اشرح لكم وتدونون يمكم بالعربي، يمك دفتر مثلا تكتب هذا السلايد الثاني السلايد الثالث، هذا طبعا يمك الشغلة إذا تريد تكتب، أو بعدين أنت يعني من ننزل الفيديو أرفع لكم إن شاء الله على اليوتيوب، تأخذون النقاط الرئيسية اللي راح نشرحها بهذا الشابتر، فأنتوا طبعا بالخيار، بس أنا أفضل تكون يمكم ورقة وقلم وتكتب الملاحظات الرئيسية اللي موجودة على مود بعدين ما تنساها. طبعا أول شيء الكريبتوغرافي is the science and study of methods of protecting data in computer and communication system from unauthorized disclosure and modification. طبعا هو علم دراسة وطرق حماية البيانات في أنظمة الكمبيوتر والاتصالات من الكشف والتعديل الغير مصرح بهما. طبعا هنا الكريبتوغرافي هو التشفير ونظام التشفير هنا، طبعا هو علم يساعدنا على مود نحافظ على البيانات مالتنا. طبعا أنا لما أريد أرسل بياناتي من هذا، طبعا حتى هسه مثلا عندنا الواتساب التليجرام، إذا تشوفونه يسمونه secure message information، لما أرسل رسالة من هذا الشخص لشخص ثاني، الشخص الآخر ما راح يعرفها، أكو protect المن للpersonal للشخص من الاختراق البيانات، فإذا لم يكن هناك أي حماية للبيانات طبعا راح تكون على اطلاع لجميع الأشخاص وممكن أخذها والتعديل عليها، فلازم عندنا security، البيانات مالت سكيور ما حد يطلع عليها، وبها ايضا الهاي سكيور ريت فور يور مسج يور انفورميشن يور داتا. اغلب الناس هسه حاليا الموبايلات مالتهم الحاسبات مالتهم قبل لا يدخل راح يلقى عنده بالبدايه باسورد، شنو سبب الباسورد على مود ما يخلي اشخاص ثاني الغير مصرحين بهم على الدخول للحاسب أو الموبايل والطلاع على المعلومات اللي بداخل الأجهزة، فلما راح تكون هناك في المعلومات. فهنا عندنا طبعا مثل ما قلنا الكمبيوتر سيكوريتي generic name of the collection of tools designed to protect data and to thwart hackers. طبعا كمبيوتر سيكوريتي هو مجموعة من الأدوات صممت لحماية البيانات from thwart hackers، من الأشخاص الهكرية. thwart hackers هم الأشخاص الهكرية ذولا اللي يقومون بالقرصنة على المعلومات وأخذ المعلومات ممكن الاستفادة منها بصورة، الاستفادة منها بمواقعهم، الاستفادة منها بصورة مادية، يعني الابتزاز، هواية معلومات يأخذونها من الأشخاص، لكن هنا الكمبيوتر سكيورتي هو يساعدنا على البروتكت داتا مالتنا. عندنا النيتورك سكيورتي measure to protect data during their transmission. بالنيتورك سكيورتي هي هنا حماية أبنيات الشبكة، هنا يقول يقيس كمية الحفاظ على البيانات خلال their transmission، يعني أنا لما عندي معلومات أريد أنقلها خلال هذه الشبكة
لازم يكون عندي هناك خلال هذه الشبكة أمنية تحافظ عليها خلال مرحلة النقل. يعني مثلا هسه أني لما أريد أرسل بيانات من خلال مالت الجيميل إلى مثلا جيميل قدامة، أني لما أرسل البيانات من الإيميل مالتي راح تروح وين؟ بالسيرفرات. السيرفرات اللي موجودة هم الجيميل، هم تابعين لشركة مايكروسوفت وشركة جوجل. أنا هسه الآن رسلت البيانات مالتي إلى شركة جوجل واللي هي موجودة بها الجوجل أبس اللي هي موجودة عندكم بالإيميل مالتكم الجامعي اللي قاعد تشوفونها، من ضمنها الدرايفز، من ضمنها الكالندر، الجوجل ميت، الفورمز، الدوكيومنتس، هذا كله تابعه الى شركه جوجل. فانا بالجيميل ارسلت معلوماتي خلال الشبكه مالتي الى قدامه، فاني من خلال هذه الشبكه لما تروح للشبكه ثانيه وتروح بالسيرفرات، فلازم يكون اكو هناك حمايه للبيانات مالتي. يعني اذا شركه جوجل ما توفر لي الحماية مال البيانات، ما راح تكون هناك عدم الثقة للناس بإرسال المعلومات مالتهم. لأن شي يقولون احنا نرسل الإيميلات مالتنا إيميل شخصي وإيميل بمعلومات حساسة مثلا، يعني على مثال على سبيل المثال، يعني أرسل البطاقة الائتمان مالت البطاقة المصرفية، أقول لي مثلا أعطيني المعلومات مالتها شنو، فأنا بالإيميل أنا عندي ثقة عالية بأن المعلومات لما ترسل اكو هناك بروتكت، ما حد يحفظ. يعني حتى اعطيكم على سبيل المثال طلاب، يعني احنا بالنسبه لنا هسه حاليا اللي بكليه المعارف تم تزويدكم بايميلات جامعيه، لكن الايميلات الجامعيه العماده ما تعرفها ولا انا اعرفها ولا حتى العماده تعرف الايميل مالتي، تعرف الاسم مالتها والشخص اللي سوى الايميلات يعرف الايميل مالتك، لكن ما يعرف الباسورد مالته، ما يعرف. حتى الكلية باستطاعته ان يسوي ريست للجيميل مالتك، بس لكن لما يروح على المعلومات على الايميل مالتك ويريد يفتحه يطلب من عنده باسورد اللي ما يعرفه بس انت. من يروح يفتحه بالسيستم هناك بداخل الحاسبة مالت العمادة الكلية، على مود يطلع على المعلومات الشخصية راح يلقاها عبارة كلها عن ستار، عبارة عن ستار الباسورد. فلما يريد هذا لازم يطلب من الشخص المخول أن يعطيه المعلومات على مود يحصل على إذن الدخول. فهاي جي حتى جوجل ترسل الباسورد فقط تكون مخزونة بداخل السيرفرات، لكن بعدين لما نريد يستدعيها نطو إمكانية طبعا. لكن يعني لما نريد نجي شركة جوجل بها أشخاص معينين هم مخولين، ما راح نقول يعني ما يقدرون يعني يطلعون على الباسورد، لأن هذا لأن هم اللي سووا الجيميل، هم يعرفون المعلومات وهم اللي برمجوا، لكن مخلينا فقط سيستماتيك نظامي. يعني الأشخاص اللي يعملون داخل شركة مايكروسوفت ما عندهم إمكانية أن يطلعون على الرموز السرية مال الإيميلات. حتى إذا سمعتوا مثلا هاي مال أمريكا شنو اللي صار عندهم، مثلا اطلع على الإيميلات صار بها عملية تجسس، هاي من خلال عملية الهاكرز استطاعوا أن يحصلون على البيانات الشخصية. عندنا النيتورك سيكيورتي measures to protect data during their transmission over a collection of interconnected networks. النيتورك سيكيورتي يقيس لنا حماية البيانات during خلال their transmission خلال عملية الإرسال over a collection of interconnected networks، مجموعة من الشبكات. أنا هسه لما أرسل المعلومات مالتي راح تكون من شبكة، الآن مين دزت لي الآن المعلومات من الحاسبة مالتي عندي انترنت، وين رابطة؟ أنا رابطة بالإيرث لينك. الإيرث لينك مربوط بشبكة الاتصالات العراقية اللي بغداد، أو شبكة الاتصالات العراقية
مربوط عنده بشركة مثلا نقول بالإمارات، أبو الإمارات مربوط وين بأمريكا. فهان عندنا عدة شبكات خلال الشبكة. فاني لما تكون هنا الشبكة مالتي لازم تكون مؤمنة على مود ما يستطيع أحد أن يخترق واحد من هذه الشبكات ويحصل على المعلومات. فعندنا هنا أربع شغلات: الكريبتوغرافي، كمبيوتر سيكوريتي، نيتورك سيكوريتي، وإنترنت سيكوريتي. الأسبكتس أوف سيكوريتي، الخصائص هنا مالت السيكوريتي، عندنا ثلاث شغلات. هنا عندنا سيكوريتي أتاك، وعندنا سيكوريتي ميكانيزم، وعندنا سيكوريتي سيرفيس. هنا سيكوريتي أتاك، أحد يقول لي شنو سامعين بالسيكوريتي أتاك شنو هو؟ طلاب، أحد سامع شنو سيكوريتي أتاك؟ أمنية التواصل، لا دكتور بس أنا مدراية قاعد تدخل وإنترنت عندها ضعيف يطلعها من البرنامج. قاعد تدخل بالإيميل الجامعي؟ إيه هسه هي موجودة بس قاعد ينطيها تسجيل خروج من البرنامج لأن إنترنت عندها ضعيف. ما في مشكلة، أنا شايفها راية هسه موجودة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام طلاب، أهلا راية. دكتورة أنا موجودة بس الصوت يمي هواي دا يقطع والصورة أصلا ماكو ومرات دا يخرج يعني من المحاضرة هسه بس أنا أسوي حاضرة يعني. هسه ماكو مشكلة، أنا أشوفك أنت موجودة، راح أسوي شير مرة أخرى هسه حاليا. ما أعتقد من يمك دكتور، من يم الخلل، أنا النت يمي ضعيف. يعني مشكلة النت يعني من الصعوبة أن نحلها، بس يعني العالم موجود نقول. طلاب وصلنا للسكيورتي اتاكس، عفوا اسبكت اوف سكيورتي، عندنا سكيورتي اتاك. ها طلاب، من يقول لنا شنو سكيورتي اتاك؟ ما سامعين؟ او صحيح شيء جديد بس اكيد يعني واحد ها سامعه بالفيس شيء منا عند الطلاع. يلا يعني دكتور يعني ايه. هجوم على شيء متصل احسنت بالإنترنت. أحسنت إيه بالضبط، هو عملية هجوم على أما معلومات أو رسالة أو على الشبكة أو البيانات أو الحاسوب. طبعا هنا security attack any action that comprise information security. طبعا يقول أي عملية أي action تكون comprise with information security، لها علاقة بالأمنية المعلومات. يعني هنا أنا يعني أعطيكم مثال هسه الآن. يعني هنا أنا يعني هسه هنا أنا الآن هذا الشخص نقول مثلا هنا أنا جون وبوب وأليس قاعد يرسل الآن معلومات، الآن مسج مثلا من جون إلى أليس. لكن هنا انا اشوف هسه الان عندي هنا سكيورتي، عفوا هنا اتاك، عندنا اتاكر. هذا ايش قاعد يحاول؟ هذا الاتاكر قاعد يحاول يدخل على الشبكه، وراح نجي عليها بالتفصيل ان شاء الله. هاي السكيورتي اتاك عندنا الباسيف والاكشن والاكتيف اتاك، هذين الاثنين راح ناخذهم بالتفصيل. هذا الشخص قاعد يرسل رساله للاخر عبر الشبكه عبر المسج، لكن يحاول أن يحصل على المعلومات. لو حتى لو عمل مثلا يعني عمل عطل في الشبكة أو حاول يعني بس يشوف الرسالة بدون أي تعديل للرسالة، كل هذا يعتبر أحد أنواع السكيورتي أتاك. ليش؟ من دخل
وحصل على معلومات، فمعناتها اكو اتاك بالموضوع. فهذا واحدة من الاسبكت اوف سيكيورتي. هنا سيكيورتي ميكانيزم بروسس ديزاين تو ديتكت اند بريفنت. ديتكت اند بريفنت، شنو نقصد بالديتكت؟ بروسس ديزاين ديتكت اند بريفنت. ها طلاب شنو نقصد بديتكت؟ ديتكت استاذ يعني آلية الأمنية استاذ. ميكانيزم احسنت، الآلية مالت المعلومات هنا الميكانيزم. بس هنا شنو نقصد بالبروسس ديزاين تو ديتكت؟ ديتكت هنا استاذ يعني عملية تصميم شخصي يعني استاذ. ديتكت لا، بريفنت. بريفنت يعني استاذ؟ لا ولا حتى بريفنت. شنو نقصد يعني تعمل دكتور كشف استطلاع وحمايه. احسنت بالضبط. هنا يكشف لنا سكيورتي ميكانيزم، يعني اول شيء يصمم للكشف، يكشف لنا اذا اكو كان عندنا اكو هنا هذا شنو حاليا هذا عندنا هذا الشخص، هذا هو هذا الاتاكرز، هذا اللي موجود هنا عندنا، هذا قاعد يحاول على اختراق الشبكة او المعلومات اللي مرسولة من أليس تو بوب او بوب تو أليس، ويحاول ياخذ المعلومات اللي بداخلها او يحاول فقط يطلع عليها او يحاول على منع الرسالة ارسالها من هذا الشخص الى هذا الشخص الثاني، هذا كله اتاك. فانا شو اسوي بالنسبه للسكيورتي ميكانيزم؟ راح شو تسوي لي؟ راح تقول لي عندك بالشبكه الان واحد قاعد يستطلع بيها، قاعد شو يسوي؟ يستطلع بيها. فهاي من انطتنا استطلاع بيها راح تتخذ الاجراء الثاني هو تو بريفنت، حتى يمنع من الحصول على المعلومات المفيده وايضا يطرده خارج الشبكة. فأني لما أكو أتاكر قاعد يترصد لي لازم أنا عندي السيكوريتي ميكانيزم مالتي باستطاعتها أن تكشف من هو اللي قاعد الآن يحاول على اختراق المعلومات مالتي. عندنا سيكوريتي سيرفيس ذات انهانس سيستم سيكوريتي by utilizing one or more security mechanism. يعني هنا عندنا security service. من يقول لنا شنو security service؟ خدمات الأمن. بالضبط خدمات الأمنية. هنا يقول الخدمات اللي يقدمها نظام المعلومات by utilizing one or more security mechanism. يعني أكثر من شلون نقول أكثر من خدمة أن يقدمها نقول مثلا للعملاء على مود يمنع أو الحصول على معلومة. أحد بيكم يقدر يعني ينطيني مثال على ذلك؟ يعني نقدر نقدم أكثر من one or more security mechanism، ينطيني مثال عليها. ها طلاب من يقدر يوضح لنا، حتى لو يعني تقول ها متأكد ما متأكد عادي قولها ماكو مشكلة، بس شارك ويانا. يلا قدامه استاذ يعني يعزز الاستفادة من آلية الأمنية استاذ. شلون حسين؟ يعني استاذ يعزز الاستفادة من آلية الأمنية استاذ. هي الآلية صحيح، بس يعني شلون نقدر نوصلها بأن هي خدمات يوصلها باستخدام أكثر من عملية سيكوريتي للحماية للبيانات. اي البعده قدامه استاذ، يعني شلون مثل باسورد وبصمه وهسه. احسنت بالضبط. يعني هنا يعني هسه مثلا عندنا
النظام اللي عندنا نقول بال بالإيميل. بالإيميل أكو two step verification، مثال على ذلك يقول لك حط لي إيميل ثاني وحط لي رقم التليفون مالتك، هاي بالماستر كارد، بالبطاقة الائتمان. من خلال أول شيء يعني إذا تريد تفتح التطبيق مالت البنك يعتمد على القزحية العين، وأكو بن موجود بداخل، موجود البن داخل الموبايل، وخاف الموبايل مالتك يضيع أو أنت ما محول هذا المبلغ، شي يسوي يتصل عليك مباشرة ويطلب من عندك معلومات، يقول لك ترى أني أرسلت لك بن الآن دخلها على مود تقدر تسحب هاي الفلوس. فأكثر من عملية أقدر أدخلها، مثلا عندنا بالموبايل عندنا إذا أريد أدخل مثلا نقول بصمة العين، إذا مثلا ما اشتغل تداما تشوفونها عندنا، إذا ما اشتغلت البصمة مال الوجه مباشرة حولت لي على البصمة مال البن، البن سيكوريتي هو لدى 4 أرقام 6 أرقام. فأنا عندي أكثر من سيكوريتي ميكانيزم، أكثر من عملية للأمنية. هاي كلها السبب مالتها شنو؟ احنا قبل ما نعرف لا سكيورتي ولا هاي، لكن بسبب التطور الهائل الموجود بالمعلومات، التطور الهائل اللي موجود بالبيانات والأجهزة والشبكات والمصارف وكل شيء، احتاجوا بأن يكونون عندهم أمنية لهذه المعلومات. هنا أنا الكريبتوغراف تولز، الأدوات مال الكريبتوغرافي، الليفل أوف سيكوريتي والفاكشناليتي، الميثود أوف أوبريشن، البيفرمنس وإيزي تو إبليمنت. طبعا الأدوات المستخدمة لتوفير المعلومات، طبعا الليفل أوف سيكوريتي هنا يقيسنا العادة من الصعب أن يكون قياسه، ليش هنا يعتمد؟ لأن يعتمد على الأوبريشن اللي موجودة بداخل النيتورك سيكوريتي. والفاكشناليتي هنا الوظائف اللي يتم التوصيل إليها، خاصة عندنا ببعض النقاط الرئيسية اللي هي تعتمد على النيتورك سيكوريتي. والميثود أوف أوبريشن، الميثود أوف أوبريشن هنا العمليات التي يستخدمها النظام لتوفير بيئة ديناميكية تحافظنا على الإجراء السيكوريتي والأمنية بصورة سهلة. والبرفورمانس هو مستوى الأداء، شون الأداء اللي يوفر لياها الشبكة، خاصة بالاختراق. حتى عادة عندنا يسمونه هو تقييم الأداء أو الأداء المصرفي أو الأداء الوظيفي، هذا الأداء شون يقدر يعني هذه الشبكة فعلا شبكة قوية أكو بيها جدار ناري. هسا عندنا مثلا الويندوز 10، شن الفرق بين الويندوز 10؟ لما أقول لك الفرق الأداء بين الويندوز 10 والويندوز 7، أحد يقدر يقول لي شن الفرق؟ طلاب شن الفرق بين الويندوز 7 والويندوز 10؟ أستاذ أبسط شيء يكون أكثر أمنية سيكوريتي. بالضبط. وحالياً الويندوز 7 ما بي أبديت. بالضبط حسنت. وشين عندنا بالنوم؟ جدار ناري. هذا الجدار الناري هو اللي يحافظ لنا على بالنسبة للسيكوريتي. حسنت أبسط شيء عندكم الويندوز 7 مثل ما قالت عام ما بي أي أبديت، وفاللي عنده ويندوز 7 ويندوز 7 ما بي أي أبديت. الآن مايكروسوفت توقفت عنه تماما وقالت أي تطبيقات، هسه مو مرات طلاب يطلب من عندكم الويندوز أن نسوي أبديت للويندوز، وليش يسوي أبديت؟ هذا الأبديت على مود شكو تطبيق جديد نزل بالويندوز
راح بس نسوي العملية التحديث وانت رابط الحاسوب بالانترنت مباشرة كل هذه التطبيقات تنزل. فيروسات لما تنزل عندك فيروسات وهاي الفيروسات تأثر على الويندوز مالتك مباشرة شركة مايكروسوفت راح تسوي يعني تحدث الجدار الناري اللي موجود بداخل الويندوز. هذا الجدار الناري راح يمنع دخول هاي الفيروسات إلى الحاسوب، ولهذا تلقون الويندوز 10 أقوى كثير من الويندوز 7. ويندوز 7 أي فيروس يضرب أي وقعة، ودائما نشوف الفلاشات اللي موجودة داخلها بحاسوبات ويندوز 7 هي متروسة فيروسات الويندوز 10 أغلبها بجدار ناري يحمي الحاسوب من الفيروسات. فتحديث والمعلومات ويندوز 7 الآن ما تقدر تحصل بأي تحديث. شون ما وصلت بالويندوز 7 خلاص انتهى، يعني هذا آخر تحديث نزل. فبس لكم يعني إذا تحبون يعني فالويندوز 10 هو يكون أفضل. وإيزي تو إمبليمنتيشن، يعني أنا مو أخلي مثلا يعني لما أريد أنصب نيتورك أو أمنية الشبكة يعني ما أخليها معقدة لازم أطول بيها مثلا شهرين ثلاثة شهور، أحتاج معلومات، أحتاج كادر، أحتاج هاي كل هذه الأمور لازم أن تكون يعني سهلة الاستخدام. تطبيق مثلا سهل يتوزع على كل الحاسبات، أمنية، الحصول على المعلومات راح تكون صعبة من خلال الكريبتوغرافي كورس. اللي بعده عندنا هنا عندنا الاوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن هنا الاشورنس ذات كوميونيكيتين انتيرلي از ان وان كلاينت. الاوثنتيكيشن طلع الاوثنتيكيشن سامعين بيها لو ما سامعين؟ استاذ توصيل وصول من جهاز الجهاز يعني تقريبا وصلتي، بس شلون توصيل يعني مثل ايش تقدرين توضحي لنا اياها؟ يعني مثل جهاز نوصل بين جهازين نقل البيانات عن طريق البلوتوث او الواي فاي او الشير؟ لا يعني وصلتي بس مو هيك. منو الطلاب يقدر يوضح النهايه؟ يلا طلاب البقية يلا مريد قاعدين، يلا سعيد، عمر، مروة، عماد، بشرى، يلا اي من حكى؟ عمر يلا طلاب هساعدنا الاوثنتيكيشن يعني هنا اشورنس ذات ذا كوميونيكيت انتر از ان وان كلاينت. شنو نقصد بيها هنا؟ انا يلا طلاب صعبه لو شنو؟ يلا واحد يذب له سالفه يلا. هذا المصادقة بالجهاز. أحسنت بالضبط المصادقة، بس شلون قدام وضحناها أكثر؟ هذا يعني تفتح الموبايل على الحاسبة ويجي يعني النظام يفتح، يعني وصلت بس إنه وضحناها أكثر، يعني تفتح نظام أندرويد على الحاسبة ويجي يعني عنده authentication. بس وين أحتاج بين الموبايل والحاسبة عادة دائما دكتور أوزن. من نفتح الإيميل هو مفتوح بالموبايل حاب الحاسب بالضبط 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 هو هذا الاوثنتيكيشن على مود على مود يتأكدون من ان الشخص اللي فتح الان الحاسبه انت الشخص اللي فتح الحاسبه مالتك هو فعلا انت. هو ما يعرفون من هو اللي فتح الحاسبه، بس لقوا بان الحاسبه الان مفتوحه من اكثر من جهاز، وانت حاط التو ستيب فيريفيكيشن نظام امنيه اكبر. فشو يسوي هنا؟ يريد يتاكد بان الشخص هذا فعلا
انت ايش راح يسوي؟ راح يدز لك رساله بالموبايل، شايفينها من الجوجل، تبدي بالجي ويعطيك رمز سري يقول لك دخل هذا الرقم بالحاسبه مالتك، من دخل الرقم مباشره يفتح الايميل مالتك. هذا على مود يتاكدون من الشخص هو فعلا هو هذا الشخص صاحب هذا الايميل، يعني مور سكيورتي. خاف طلع الباسورد مالتك، ابو الكليه عرف الباسورد مالتك، واحد صديقك بصفك قلت له هذا الباسورد مالتي. حتى لو عرف الباسورد مالتك وراح من حاسبه ثانيه وراد يفتح الايميل مالتك، راح يقول له بان تحتاج بان دزيت لك رساله على الموبايل، لان انت ربطت الموبايل مال الايميل مالتك ربطته بالموبايل، فراح يكون عمليه يحتاج الى اوثنتيكيشن، الى مصادقه قبل الدخول الى الايميل. عندنا اثنين الاكسس كنترول، هنا بريفنشن. نعم منو ويانا؟ منو يحكى؟ طلع واحد عنده سؤال؟ تمام نكمل. الاكسس كنترول عملية هنا سيطرة الوصول، prevention of unauthorized user of a resource. يعني هنا احنا شنو نسوي؟ نمنع الاشخاص الغير مخولين من الوصول الى المصادر اللي احنا نريدها. يعني مثال على ذلك، انا عندي معلومات نقول مثلا بالحاسبه مالتي، عندي بالجوجل درايف مالتي، عندي هاي ريسورسز مصادر مالتي خاصه بها، تتعلق مثلا بشركه، تتعلق بحسابات، تتعلق معلومات حساسه. هاي المعلومات انا ما اقدر احد ان يوصلها، وهو اسوي عمليه الاكسس كنترول. هاي الاكسس كنترول يمنع لك الاشخاص الغير مخولين بالدخول. وعندنا مثل هذا اللي شايفينها انتم بالصوره، يعني نقول مثلا القاصات، اماكن حساسه موجوده باجهزه الدوله ما يطبونها الا الاشخاص اللي عندهم اي دي، هذا الاي دي مربوط بشبكه مال نتورك، يفعلون الاي دي مالته ويقدر يدخل عليها. طبعا كانت فكره موجوده بالكليه مالتنا بان على الاي دي اللي انتم مالتكم اللي موجود راح يكون تاتش موجود بالبوابه، ما يحتاج ان يسأل الشخص هذا انت طالب ولا مو طالب، على الاي دي مباشره تقدر تدخل للكليه، بس ان شاء الله يعني تطبق بالمستقبل. هنا الداتا confidentiality، وهنا protecting of data from unauthorized disclosure. الداتا confidentiality، من يقول لي شنو confidentiality؟ موزعة، بيانات موزعة. لا مو الموزعة، موزعة distributed. confidentiality البيانات اللي نجمعها من اليوزرية. لا أقصد يعني بس الconfidentiality، شنو الconfidentiality هنا؟ هذا يعني البيانات السرية. بالضبط، البيانات السرية أو الموثقية اللي بالcryptography بالsecurity. هنا protecting from an authorized disclosure هم الهاكر وربع. عندنا الآخر شيء، عندنا data integrity و no reputation. Data integrity assurance that data received as is sent by authorized entity. شنو نقصد بها طلاب هاي data integrity assurance that data received as is sent by authorized entity؟ أريد أسمع من عندكم، والبقية همين أيضا يشاركون ويانا.
على مود نتأكد هم قاعدين ويانا صحيح، لو بس فاتحين الموبايل. يلا نبدي. عندنا عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الوهاب، أحلام، بشرى، عماد، مروة، عمر، رفل، راية، سعيد، ذكرى، ياسر. يلا data integrity شنو assurance data data receive as sent. رفل هم الصوت عندك مشكلة بيه؟ استاذ يعني نزاعة البيانات استاذ؟ شلون حسين؟ يعني استاذ نزاعة البيانات استاذ يعني؟ لا تقريبا يا حسين عاشت ايدك، يعني شلون تقول، يعني مو قول نزاهة وإنما سلامة كثافة؟ 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 البيانات يعني مثلا؟ سلامة البيانات يعني اي رفل اي احكي. أحلام، أحلام شنو قلتي؟ كثافة البيانات يعني إنه هي أو صح دقة وصول البيانات اللي تجينا. أحسنتي بالضبط. يعني هنا الداتا انتجريتي يعني صحة البيانات اللي وصلت لنا، هل هي فعلا يعني بما أرسلت هي وصلتنا لو صار بها تعديل؟ فإذا كان هناك عندنا تعديل بالبيانات فمعناته أكو التاكر دخل على الحساب مالتي وعدل على البيانات، أو من أرسلت أخذت هذه البيانات وأكو قسم بهم شيء يسوون، ما أعرف طلاب هاي جايتكم أو لا. يعني مرات مثلا بالإيميل مالتي تجينا رسائل، هاي الرسائل اللي موجودة لما أدحق عليها هي من شركة ياهو أو شركة جوجل أو شركة أو شركات عملاقة مثل الأمازون، الإي باي، هاي شركات عملاقة ما ممكن أن تقرصن على الزبائن مالتها. فشي يسوون أكو بيهم؟ فأنت جتك رسالة من شركة أمازون، سامعين بها شركة أمازون، شركة إي باي، شركة عالمية مال تسوق، مال بيع مباشر، مال ديليفري، كل شيء موجود بيها، كل شيء موجود بيها، بيوت، سيارات، كتب، أجهزة البيوت كلها موجودة. عفوا شركة عملاقة، فذول أكو بيهم شيء يسوون. الرسالة ما ياخذونها من عندهم، ياخذون الرسالة من شركة أمازون ويرسلونها للأشخاص الزبائن مالتهم. فتجيك رسالة مش مكتوب مثلا، يعني الرسالة اللي لك وصلت من أمازون، شخص مثلا نقول كوستمر أو سيرفيس. بس لما تروح على الآت، وهسه مثلا احنا اسمنا at.uoa.edu.iq مو موجوده هيك، شي يسوون هم يتلاعبون ورا الات، يخلونها انت شفت سيرفيس وشفت امازون، قلت اي هاي من امازون 100%، هاي جاتني الرساله. فمن تروح ورا الات راح تلقى شو مسوي بالامازون، كاتب امازون وقالب، يعني يعني هسه مثلا يعني شلون اوضح لكم اياها هنا على مود، هاي مرات الصيري طبعا. هسه عندنا هنا هاي مثلا عندنا هاي الامازون، هاي الامازون، هنا عندنا هاي الات، مثلا هنا عندنا سيل مثلا مال المبيعات. أنا من يجيني سيل ومن المبيعات من أمازون هاي دوت كوم،
يعني أنا أعرفها بأن هاي شركة. فشي يسوون هم؟ يخلون هذا السيل موجود نفسها، الآت نفسها، الكوم نفسها. وين يتلاعبون؟ يتلاعبون بهذا الاسم، يتلاعبون بهذا الاسم. شي يسوي هو؟ هو طبعا لما يروح يريد يسوي دومين جديد، يريد يسوي على أمازون، ما يقدر. بس إن شاء الله من تسوون يعني دومين، فرح يقول لك اكتب الاسم مالتك آت شنو هو. فإذا لقى هسه إذا تروح على تقول آت أمازون، رح يقول لك لا هذا محجوز ما تقدر. فشي يسوي؟ يقول آت أمازون. وشي يسوي هنا مثلا؟ يخلي رقم واحد، يخلي مثلا الـ يعني حرف A. فأنت ما تنتبه حيل تقول هذا أمازون، إيه صحيح هذا 100%، خلي الرد علي. يطلب من عندك يقول لك احنا الآن عندنا خدمة توصيل، وعندنا هاي البضاعة اللي موجودة ورح نوصلكم إياها بأسعار رخيصة جدا، فإذا تحب أضغط على هذا اللينك اللي موجود بالتحت. فمن تضغط على اللينك يقول لك دخل المعلومات، البطاقة مالتك مال الحساب. من تدخل البطاقة مالت الحساب، أنت أعطيته بالإذن أن يأخذ فلوس من عندك. إيش راح يسوي؟ راح يقوم يأخذ الفلوس وتكون ما عندك سيطرة. فهاي تتأكدون عندها. خاف تجيكم رسائل بالإيميل، تتأكدون بأن الشركة موثوقة، لازم مضبوطة. إذا تريدون يعني تشترون، تتراسلون، يعني هاي كلها المعلومات لازم تخلونها بالحسبان. فهاي طبعا Data Integrity Assurance that receive as sent by authorized entity. أتأكد بأن الرسالة اللي مرسولة من الجهة الرسمية تكون فعلا جهة موثوقة. No reputation protecting against denial of one of the parties in communication. طبعا هنا هذا الـ principle مالته، هنا the principle of no broader defeat of the possibility of denying something have been done. I have sent that the message which you claim to have received. طبعا هاي مثلا شون التأكيد بأن خاف الأشخاص اللي هم يقولون ها أنا ما استلمت الرسالة. يعني مثال على ذلك عندنا نقول بالواتساب، أنا شو إذا شخصي قبل كان واحد يعرفه لو إن شاء الله تعبانة هاي سووها. بس يعني بالنسبة مثلا عندنا بالواتساب، لما الرسالة يرسلونها إذا تأشر هذا الصحن الزر، يعني معناته على انشافت. فهنا على مود يتأكدون بأن الرسالة فعلا وصلت إلى الشخص، أو شخص ثاني يقول ها أنا ما وصلت الرسالة، لكن لما نشيك بالسيرفر مالتنا لا الرسالة أرسلت ووصلت الإيميل مالته، لكن عمل لها حذف أو بعض الشغلات اللي هي تكون على مود بعدين يحاجج بأن أنا لا الرسالة ما سلمتها. طالب يقول لا أنا الرسالة بالنسبة لي ما سلمت، بين امتحان راح يكون باكر او نقول لا الرساله ارسلت، هاي بالكلاس روم موجوده، من تروح بالايميل مالتك راح تلقى رساله موجوده من التدريس. هنا الكريبتو سيستمز عندنا البرايفت كي والبابليك كي. Private key and public key. In private key crypto system, the encryption and decryption key are the same or related derived from each other and are kept secret. Private key system also called secret key scheme or symmetric systems. طبعا هنا أنا طلاب عندنا بالنسبة للprivate والpublic key، أنا لما أريد أنطي معلومات أريد أرسلها أنتوا للطلاب كلكم، أرسلكم إياها عبارة عن نقول public key، لكن من اللي يقدر يفتحها؟ أقول مثلا فقط عمر ومروة، ذولا فقط اللي أرسل لهم private key. private key معناته هم أنتوا كلكم تقدر تدخلون على الكلاس، لكن فقط ذولا الأشخاص الاثنين مخولين أن يعني يضيفون بالبيانات بالمعلومات. ليش؟ لأن عندهم البرايفت كي، يسمونه السكريت كي سيستم. هذا من لما يكون عنده البرايفت كي
راح يكون عنده إمكانية للوصول للمعلومات، يقدر يعني كأنما أنا انطيته باسورد يقدر يدخل على النظام. هذا طبعا هنا أنا طلاب بالنسبة عندنا هنا هذا طبعا هذا البابليك كي وهلو أليس هنا كريبشن، طبعا عندي هنا هذا الكي مالي وعندنا أليس كي وعندنا هنا بالنسبة من حصل البرايفي دار أدخل على الديكريبشن وأقدر أحصل على المسج الرئيسية مالتي. طبعا هلو أليس أسوي لها إنكريبشن كلها تطلع كل المعلومات، لكن لما أريد أحصل على البرايفت كي فقط الأشخاص المخولين يقدرون يطلعون على الرسالة الأصلية. إن شاء الله يعني راح ناخذها يعني بالنسبة للبرايفت والبابليك والكريبشن والديكريبشن بالفصل الثاني، يعني كل الخوارزميات أغلب الخوارزميات راح اللي نستخدمها راح تكون بها التشفير وفك التشفير انكريبشن وديكريبشن. انكريبشن خلوها ببالكم هي تشفير وديكريبشن هو فك التشفير. الفرق بيناتهم لما أنا عندي معلومات أو رسالة أول شيء أسوي لها عملية إنكريبشن. الإنكريبشن راح تسوي لي إنكريبت للداتا، وبعدها إذا أريد أرجع الرسالة الأصلية اللي أني حولتها، يعني هسه مثلا عندنا الرسالة أريد أرسلها، إذا سامعين هذا اندزلت له رسالة بس كانت وين؟ بداخل صورة. هذا اندزلت له رسالة لكن كانت بداخل فيديو، هذا رسالة داخل صوت. وهذا طبعا قديمة جدا، يعني ورقة بيضة لكن أكو بداخلها المعلومات، أو يعني اللي احنا راح ناخذها بالنسبة للسيكوريتي تكون عبارة عن رموز. مثلا أريد أكتب today lecture will be by 9 o'clock، لما ترسل بالتشفير راح تنكتب X, H, R, F، كلها رموز انت ما تقدر ان تفهم شنو هذين الرموز اللي انا دازل لك اياها. ليش؟ لي انا مخلي بيها برايفت كي. البرايفت كي لما ادزه للشخص الثاني اللي كلكم شفتوا الرسالة مالتي، لكن فقط شخصين مثلا عمر ومروة انا دازلهم البرايفت كي، هذولا فقط اللي راح يشوفون شنو هي الرسالة هاي. ليش؟ لان يدخل البرايفت كي عبارة عن أرقام وعبارة عن فورمولا ميكانيزم خوارزميات موجودة على هاي، لأن أكو اتصال بيناتنا، فيقدرون أن يشوفون شنو محتوى الرسالة من خلال البرايفت كي. فالبابليك كي كان بي فريلي ديستريبيوتد أو سور إن بابليك دايركتوري. شوف البابليك كي كان بي فريلي ديستريبيوتد، المفتاح الرئيسي ممكن أن يتوزع أو store for public للناس العوام، but the private key must be known only by the user or the user cryptography chips. ال public key المفتاح العام ممكن أن يتوزع لأي واحد، وممكن أن يكون بال public directory. public directory شلون أقول؟ حتى لو تخليه بالمكتبة العامة هنا، لكن private key must يجب أن يكون فقط معروف فقط ويا الأشخاص اللي هم يتعاملون بالتشفير. The advantage of public key system is the allow transmission of secret message without the need to exchange to secret key. To send message, the sender obtain the receiver public key and use it to encrypt the message. The receiver then decrypt the message using the private key. شوف هنا أنا يقول لك بالنسبة للفائدة الرئيسية من public key هو يساعدنا على عملية transmission والوصول والنقل of secret message
خلال اليوزر على البرايفت كي. البرايفت كي لما يكون عند اليوزر راح يستطيع أن يسوي فك التشفير للمسج ويحولها إلى المسج الرئيسية التي أرسلت بالسابق. طبعا عندنا السكيورتي اتاك راح بس هاي نشرحها ان شاء الله، وعلى الاسبوع الجاي ان شاء الله راح ناخذ بالنسبه شنو السكيورتي اتاك، واللي يعني نكمل ان شاء الله على الفصل الاول. بس هنا threats and attacks in information environment. threats شنو threats طلاب؟ threats and attack طلاب شنو threats and attacks information environment؟ طبعا هي threats الهجوم نفس الشيء تقريبا threats الهجوم attacks and information security. ليش قال طلاب هنا ليش قال ال devices واحدة من الأنواع الخطرة بال threats أو attacks؟ شنو السبب ال devices؟ أحد يقدر يقول ليش ال devices هنا؟ ها طلاب أنا حاط لكم الصورة طبعاً يعني للتوصيل توصيل الفكرة. يعني أستاذ دكتور عفوا دكتور ممكن إنه من الفيروسات اللي تجينا. أحسنت بالضبط من طريق الفيروسات. بس شلون تنقل الفيروسات أحلام؟ دكتور عن طريق مثلاً الفلاشات أو الفلاش بالضبط. إحنا لما أريد أسوي هجوم على نقول مثلاً على الحاسبة مال عبد الرحمن، فأقول لعبد الرحمن هاك هذا الفلاش بس شوف المعلومات اللي بالداخل. فداخل هذا الفلاش أنا أكو موجود عبارة عن برامج مال أتاك مال سكيورتي داخلها بالحاسبة، راح شي يسوي مباشرة تتقرصن بداخل الحاسبة وتربط وتقوم ترسل لي معلومات أوتوماتيكيا للحاسبة. احنا شايفينها مرات تفتح لي أكثر من نافذة الفيروسات اللي موجودة بالويندوز 7، هذا كلها بسبب الديفايزز اللي نقدر، أو عن طريق مثل ما قالت أحلام عندنا الميموري هارد فلاش، يعني هواية هواية أمور عن طريق مثلا الأقراص الصلبة. الأقراص لما أشيلها وأخزنها البرامج هاي أيضا نقدر تنقل للحاسب. فبالنسبة إلنا لما تكون عندنا معلومات حساسة موجودة بداخل الحاسبة، حاول هاي المعلومات طلاب المعلومات الحساسة اللي موجودة بداخل الحاسبة يجب أن تكون محفوظة بالكلاود أو بالجوجل درايف. ما هو من تقول جوجل درايف هو نفسه الكلاود. طبعا هاي المعلومات مالتك ما رح يقدر حتى لو سوى عليها عملية قرصنة، من يسوي عليها عملية قرصنة عن طريق الفلاش ميموري فلاش ميموري هارد قروس، هذني كل هذني المعلومات تتوقف ما تقدر تصل للآي كلاود، لأن هاي بس بداخل الحاسبة ممكن تحصل على معلومات وترسلها من طريق الإيميل أو معلومات أخرى، بس دخولها للإيميل مالتك لا ما تدخل بالنسبة لل فيروسات. احنا سامعين الفيروسات تكون وين؟ تكون بالحاسبة، بس ماكو فيروسات بداخل الايميل، ماكو فيروسات تدخل بالجوجل درايف، ماكو فيروسات تدخل للآي كلاود. ليش؟ لان اكو جدار ناري حماية لهذا الايميل من دخول اي فيروس، اي فيروس ما ممكن ان يدخل للايميل. اما على الحاسبة لا، عن طريق هذني البرامج. طبعا يعني سمعت اكو يعني هاي الطرفه بال92 بين المخابرات الامريكيه استطاعت على اختراق المفاعل النوويه العراقيه بال92 طلاب تصوروا
بال92 عن طريق عن طريق برامج بالحاسوب، لان يعني طبعا كانت مستخدمه الاجهزه الحاسوب ذاك الزمن بال92 بالمفاعل النوويه، واستطاعوا ان يصلون على معلومات مهمه عن طريق طابعه مربوطه، دخلوا بها الفيروس عن طريق طابعه مربوطه بالمفاعل النوويه، واستطاعوا ان يحصلون على معلومات. يعني هاي الامكانيه اللي بال92، اما الامكانيه هسه انتم يعني عندكم الجواب. بروجرامز، شنو هاي يقصد بيها البروجرامز؟ جاب البروجرامز على الاتاكس. دكتور، البرامج اللي ننزلها مو كل برنامج يكون بي نعم طلعت له بعده نعم ويانا نعم ويانا لو طالعة نعم رجعتي ها نعم ويانا طبعا اكو مشكلة بالانترنت. اعرف المشكله من يمي ومن يمكم. طلاب، واضحه الصوره يمكم صوتي؟ اي دكتور يمي، اني ضعيف قاعد يطلع من الاجتماع، من افتح واني اجاوب يطلع، صار مرتين. اي نعم، شنو قلتي؟ البروجرامز، بروجرامز من نثبت برنامج مثل على الحاسبة أو على الجهاز الموبايل، مرات البرنامج هو نفسه بفيروسات. حسنتي، بالضبط بالضبط، يعني عن طريق البرنامج هذا هم يدخلون، يعني هو البرنامج سامعينه بالفيروس الملوير التونز، هذني كل هذني الفيروسات موجودة، يقدرون يدخلونها بداخل هاي، يعني كبرمجيا يدخلونها بداخل هاي البرامج، يدخلونها عن طريق الفلاش، يدزونها بالحاسبة، يدزونها بالإيميل، بنتنزلها بالإيميل. انتو شايفين اكو مرات برامج تنزلونها بالحاسبة، اللي عنده ويندوز 10 يقول لك هذا ترى احنا ما ننصحك ان تنصب هذا البرنامج. ليش؟ لان الويندوز ما قاعد يتعرف عليه، الخصائص اللي موجودة عليه يعني اشخاص ما معروفين اللي سووه، فما تابع نقول لنظام الجودة العالمي الايزو. فشي يسوي لما تريد تنزله بالحاسبة مالتك؟ شي يقول لك؟ يقول لك هذا ترى التطبيق، لكن إذا تريد تنصب هذا البرنامج فطبعا هذه يكون على مسؤوليتك. فأنت من تشوف هيك برامج ما بيها موثوقية لا تحاول أن تنصبها بالحاسبة، حاول تبتعد عنها، وتلقى يعني تلقى هواية عندنا برامج موجودة تقدر تحصل عليها. فالبرامج أحد أسباب السكيورتي اتاكس اللي يقدر عليها الاتاكر الهاكرز القراصنة ان يحصلون على المعلومات اللي يريدونها. الديتا هنا ايضا من خلالها ممكن يسوون عمل. شلون طلاب شلون يقدر يسوي؟ عن طريق الديتا، داتا دكتور، عن طريق البيانات اللي احنا ندخلها الحاسبة نفسها هي تكون مضروبة بفيروس. شلون يعني احلام، يعني اوضح، نقدر توضحي لنا اكثر؟ يعني من خلال انه احنا مثلا نشيلها من مكان، مثلا نسخ ولصق مثلا. ايه فمن من ملف الملف يعني تكون احنا بالنسبة للبيانات يعني تقريبا وصلتي.
بالنسبة للبيانات مالتنا، كل البيانات اللي موجودة بالداخل داخل الحاسوب هي عبارة عن بيانات رقمية. فإذا أردت يعني أدخل على هذه على معلومات، نقول مثلا بالمذربورد، بالبيانات اللي موجودة أنا منزلها بالحاسوب، فهذا كلها عبارة عن بيانات رقمية أنا أتعامل وياها. فيحاول الأتاكر يدخل على هذه الديتا ويحصل منها المعلومات اللي يريدها. مثلا أنا أريد منها خلاص، أنا أريد فقط معلومات البنك، معلومات الحساب البنكي، معلومات حساب الإيميل، معلومات الموبايل الشخصي مالته، معلومات الفيسبوك. يروح وين؟ فقط على المعلومات اللي يريدها، أما بقية المعلومات ما يأخذها. النيتوركس آخر شيء الشبكات، عن طريق الشبكة، الشبكة العنكبوتية، ممكن هذا الأتاكرز أن يدخل والحصول على البيانات اللي يريدها. يعني ممكن يدخل طلاب، هو احنا عندنا عدة مثل ما قلت لكم، شبكة الايرتلينك مربوطة بشبكة اتصالات بالعراق، مربوطة لربما تلقى التاكرز قاعد هنا فقط على شبكة الايرتلينك، يحاول فقط ان يسوي اتاك لهذه الشبكة. اما الشبكة نقول اللي مربوطة بين شبكة اتصالات والامارات، لا عندهم سيرفس قوية، ما يقدر ما حد يقدر يدخلها. اما شركة الايرتلينك ممكن مثلا اكو شخص قاعد ويتربص ويحاول يحصل على معلومات اللي يريدها. فمن خلال الشبكة يحاول الأتاكر لما يرسل أي شيء أتاك. سكيورتي أتاك قلنا راح تنقسم على الأكتف والباسيف. هاي إن شاء الله ناخذها على الأسبوع القادم، لأن إحنا ما نريد ندوخكم كثير وتعبانين أنتو، بس إحنا طبعا الوقت مالتنا 3 ساعات، بس نحاول يعني نقسمها نصين، ساعة ونص، والساعة ونص الأخرى يعني ناخذها على الأسبوع القادم إن شاء الله. فمحاضرتنا اليوم راح تتوقف إن شاء الله إلى هنا. راح هنا نسوي stop sharing.